بعد إذنك يا فندم، أنا جيت على حسب وعدي ورمى شكله ما عاد عجوش. وين؟ للآن ما حشقه. ما حش شكلهم يا فندم ما عجوش، لأن يعني باين واضح من الموضوع إنه ما بش معهم شهود ولا وهؤلاء بيتبلوا على يعني كلام كذب، يعني ما بش في الموضوع موضوع. لا تكونش واثق من نفسك زيادة. الله المستعان، الموضوع ما بش موضوع ثقة يا فندم، لكن يعني لو كان معهم دليل ولا شهود انهم من الصبح انا موجودين، المفروض يجوا عندك من فجر. نحن بننتظر ونشوف وبعدين بنقرر. هاي ننتظر، بس انا عندي احساس انه ما يجوش، متاكد يعني ما يجوش. ايش اللي يخليك متاكد هكذا؟ يا فندم بسبب الجريمه، انت عارف الجريمه اللي حصلت في القريه. ايش من جريمه؟ شكلكم مش انتم دارين يا فندم، ما بس انتم دارين، المفروض انتم دولنا الخبر عندكم. الله حملني. اتكلم، ايش من جريمه؟ شوف يا فندم، نصلي على النبي، قال والسكوت على الظالم أهان إلا المظلوم. أنا والله بس إن أنتو داري والذي خلقك، الموضوع ما فيه، الله لا حملني، أنا ما شيش أتحمل في ذمتي، وأنا بحكم القانون الذي نعرفه إنه السكوت على الظالم ورحمة الظالم ظلم للمظلوم. لهذا يا فندم، شمسان ابن حمود رمى واحدة عندنا في القرية، واحدة مسكينة بعد حالها، وأسعفوها المستشفى، الله أعلم كيف حالتها هذا الحين يا فندم. والمشكلة الأكبر من هذا أنه غرمي أنا جميلة وأمها شلوا شمسان وخبروه عندهم في البيت. أنت متأكد من الكلام اللي تقوله؟ الله المستعان يا فندم، ما حد يمزح في هذا الأمور، هذا الأمر قتل كبيرة، شروع في قتل وربما في قتل يا فندم. وأنا يعني من واجبي كمواطن واقف مع الدولة، واقف مع العدالة، واقف مع القانون، أنا من واجبي، الله لا حملني، أنا من واجبي أن أنا أبلغكم. ما أقدرش أتحمل جريمة مثل هذا، ولازم أن أنا أوقف مع الدولة، لازم أن أنا أوقف مع القانون، لازم أوقف مع هذا الإنصاف الذي يخدم العدل. فإذا ما أنت إذا أنت مش مصدق، تقدر تصير للقرية وتتأكد من هذا الكلام كله يا فندم. عسكري،